بهذه اللحظات البنت الصغيرة هزت راسها، يدل ان في شيء غلط، لكن الى الان الصورة ما هي واضحة. بدأ تنفيذ الخطة. السلام عليكم، معكم عبد الله. قبل لا نبدا في المقطع حاب اشكركم على الدعم اللي جالس تدعموني اياه في المقاطع الاخيره وعلى كومنتاتكم الرهيبه اللي جالس تنكتب في المقاطع الماضيه. فحاب اقول لكم ترى يوميا انا اقرا كل الكومنتات اللي تجي على المقطع. قصتي اليوم مختلفه عن باقي القصص اللي رويت لكم اياها في المقاطع الماضيه. كثير من الناس بالحياه يشوفون موقف قدامهم يحسون انه في شيء غلط. بمثل هذه الحالات المخيفه او مثل هذه الحالات اللي تشوف فيها شيء وتتوقع ان في شيء غلط، تحتاج منك موقف بطولي في انك تروح وتبادر تعرف وش الغلط وتحاول تحل هذه المشكلة. لكن للأسف كثير من الناس اذا شاف اي شيء يحاول انه يتجاهل وما يتعب راسه ويخلي الموضوع يمشي زي ما هو. عزيزي المتابع، ممكن ما تضح لك الموضوع او ما فاهم الشيء اللي انا جالس اقول لك اياه. حاب اقول لك بعد ما اقول لك هذه القصة راح تعرف وش السالفة. القصة اللي بنرويها اليوم هي قصة مضيفة الطيران قامت بعمل بطولي في الطيارة في أثناء الرحلة. مضيفة الطيران هذه اسمها شيلا. شيلا هذه كانت على رحلة متجهة من مدينة سياتل إلى سان فرانسيسكو. بدت القصة يوم شيلا لاحظت أن في بنت عمرها تقريبا 14 سنة كان شكلها يا إخوان ملفت. البنت شعرها ولبسها مو مرتب، وفوق هذا كان لبسها برضو مو نظيف. بكل اختصار ما كان شكل بنت عادية أبد. والملفت للنظر أكثر أنها كانت بصحبة رجال كبير لبسه وشكله مرتب. مضيفة الطيران شيلا حست ان الموضوع فيه شيء غلط، ودفعها فضولها انها تعرف وش السالفة. فجت فكرة ببالها انها تروح وتسألهم عن حالهم او اذا كنتم تحتاجون اي شيء. وبالفعل اول ما راحت وبدت تسأل لاحظت شيء غريب. البنت اللي عمرها 14 سنة كانت منزلة راسها للارض، وكانت المضيفة توجه اسئلة مباشرة للبنت، وكان الرجال هو اللي رد عليها. واثناء ما كان الرجال يجاوب على هذه المضيفة، البنت الصغيرة رفعت راسها لمدة ثانية واحدة وشافت المضيفة ورجعت نزلت راسها. بالثانية الوحدة اللي جت عين الطفلة بعين المضيفة، المضيفة شافت نظرات حزن وألم بعيون هذه البنت الصغيرة. خلصت منهم ورجعت مكانها وبدت تبكي من نظرة البنت اللي نظرتها إياها. حست بأن البنت في خطر وأن هي ما تعرف وش السالفة ولا تدري كيف تقدر تساعدها. بدت تفكر أكثر وأخذت ورقة وقلم عشان تعطيها البنت وتكتب لها وش اللي فيها. بنفس الوقت المضيفة كانت تدري ان الرجال مو مخليها تكتب، فجلست تفكر بطريقة ان البنت تقدر تكتب الورقة وش فيها بدون ما يدري الرجال. وبالفعل راحت لصديقتها المضيفة الثانية وقالت لها السالفة، وطلعوا بحل ان صديقتها بتروح تحاول تلهي هذا الرجال بانهم يقدموا له بعض المشروبات اللي في الطيارة. وبنفس الوقت كان في حمام جنب المضيفة، نظرت للحمام وجت ببالها فكرة. اطلعت للمسافرين وتكلمت وقالت ان هذا الحمام مخصص لطاقم الطيارة فقط، واللي يبغى يستخدم الحمام في عندكم واحد قدام. بعد ما خلصت كلامها راحت المضيفة واخذت ورقة وقلم وحطتها في حمام اللي مخصص لطاقم الطيارة. بدأ تنفيذ الخطة، وصديقتها بدأت تروح للرجال وتلهيه وتقول له وش ناوي تشرب، عندنا كذا وعندنا كذا. وبهذه اللحظات المضيفة شيلا بدأت تناظر البنت وكانت تبغى تقول لها انها تعالي للحمام. كانت تسوي حركات وتأشر بيدها لعل وعسى البنت تفهم وش تبغى. بهذه اللحظات البنت الصغيرة هزت راسها كأنها عطت إجابة للمضيفة اني فهمت. وبالفعل البنت قامت، لكن قام معها الرجال. المضيفة عرفت انها قالت للرجال انها تبغى تروح الحمام، فعشان كذا جاء معها. اول ما قاموا واتجهوا للحمام الثاني، لان زي ما اعلنوا ان الحمام اللي ورا خاص بطاقم الطيارة. لكن بسرعة شيلا راحت لهم وقالت لهم تبغون الحمام؟ قالوا ايه. قال ما في مشكلة، تقدرون تستخدمون حق طاقم الطيارة لانه اقرب لكم وكذا. رد الرجال عليها وقال لها ما في مشكلة، خلاص بنروح للي ورا. الرجال كان رجل على رجل البنت الصغيرة، ما يقدر يخليها الثانية واحدة لحالها. اول ما وصلوا ودخلت البنت الصغيرة هذه للحمام والرجال كان ينتظرها برا. ملازمة الرجال هذا للبنت في كل لحظة، والمضيفة كانت كل ما تسأل البنت الرجال كان هو اللي يجاوب، يدل ان في شيء غلط، لكن الى الان الصوره ما هي واضحه، وما تقدر تظلم هذا الرجال او تتهمه باي تهمه. وباثناء ما كانت هذه البنت داخل الحمام، المضيفه كانت كل اللي تتمناه ان البنت تكتب اي شيء على الورقه. بعد دقائق، البنت طلعت من الحمام وتوجهت هي مع الرجال ورجعوا لمكانهم. وقتها المضيفه على طول خشت للحمام ومسكت الورقه ولقت مكتوب عليها احتاج المساعده.
بدت تتوتر المضيفة وجالسة تفكر بأي طريقة تحاول انها تساعد هذه البنت. جلست تفكر، والمصيبة ان كان ما باقي وقت على الهبوط. يا اخي وقت ما تكون موقف زي كذا وشخص يطلبك مساعدة تحس بتأنيب الضمير لو ما قدرت تساعده. المضيفة شيرة بدأت تفكر اكثر ودخلت على كابتن الطيارة وقالت له السالفة. وبهذه اللحظة كابتن الطيارة تواصل مع المطار وقال لهم السالفة وطلب منهم بأنه يكون فيه أمن يفتش الطيارة قبل لا ينزلون. وهبطت الطيارة، أعلن للمسافرين وقال لهم لحد ينزل إلين ما يجي الأمن ويفتش الطيارة. وبالفعل وصل الأمن ومسك هذا الرجال وقدروا أنهم يسجنونه. والحمد لله البنت الصغيرة طلعت سليمة بفضل الله ثم فضل هذه المضيفة وموقفها البطولي. بعد ما حققوا بالموضوع اكتشفوا أن هذا الرجال يخطف الصغار وتاجر فيهم كتجارة بالبشر. ما أبغى أتعمق بالموضوع أكثر، لكن اللي جالس يسوي شيء مرة غلط وغير قانوني. وانتهت القصة هذه موقف بطولي من هذه المضيفة. لو أن المضيفة هذه صدق شافت هذه البنت وحست أن في شيء غلط ومشيت الموضوع وقالت أنا مضيفة مالي دخل، كل اللي أسويه أني أقدم مشروبات وألبي طلبات المسافرين، أنا مالي علاقة بهذه السوالف، وش كان ممكن يصير للبنت؟ أبيكم كلكم تنزلون تحت للكومنتات وتكتبون رأيكم في موقف هذه المضيفة واللي سوته مع البنت، وبإذن الله راح أقرأ كل الكومنتات. إلى هنا وصل لنهاية المقطع، من كل قلبي أتمنى أن المقطع عجبكم، وإذا عجبكم هذا المقطع وحابين تشوفون منه مقاطع أكثر اضغطوا زر اللايك واكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات. ولا تنسى إذا كنت تتابع هذا المقطع وأنت مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وهذا كان كل شيء، نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد ويلا سلام. Nigga go crazy on yappas, run with them choppers, cooking up beef with that china. I'm a young nigga who solid, max on that shotter, duck TG, that's on my mama. Show me a check or show me respect, either way you go, I'm coming for next.